مرحبا محمد. يعني بالفعل كما ذكرت بيان البيت الأبيض لم يعطي الكثير من المعلومات، فقط أعلن بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو بصدد الإعلان عن مساعدات جديدة لأوكرانيا، للعلم بأن تم تحديث أجندة الرئيس اليوم صباحا، ولكن علمنا بأن الرئيس بايدن هو بصدد الإعلان عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار. فيما يخص أيضا هذه المساعدات تشمل دبابات هي N1 إبرامز، العدد قد يكون 31 دبابة، إضافة إلى الدبابات التي كانت تعارض واشنطن إرسالها. يبدو بأن اليوم هذا ما نسمعه من الرئيس الأمريكي جو بايدن. على العموم كان يوم أمس هناك إشارات إيجابية من البنتاغون، واليوم ربما ستترجم بكلمة الرئيس، إضافة إلى 31 دبابة إبرامز. أيضا سيتم إرسال عدة عربات خاصة بها لنقلها من أرض المعركة عند الحاجة، وإضافة إلى قطع الصيانة. والحزمة ستتضمن أيضا ذخائر وأموال مخصصة للتدريب. أيضا بعض المصادر محمد تقول بأن الدبابات لن تسحب من مخزون وزارة الدفاع البنتاغون، وإنما من خلال مبادرة للمساعدات الأمنية الأوكرانية، وذلك عبر عقود خاصة لتصنيعها، أو حتى أيضا عبر تجديد دبابات إبرامز ربما التي تمتلكها دول أخرى. وأيضا بسبب تعقيد هذه الدبابات وإلى ما تحتاج إليه من صيانة والنظام المعقد ربما والتدريب الكثيف للجيش الأوكراني عليها، لن تصل بحسب بعض تصريحات المسؤولين ربما قبل 8 أشهر، لأن عملية التدريب هي معقدة. أيضا بعض المسؤولين يشيرون بأن التدريب قد يحصل داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا ربما في ألمانيا أو دولة أوروبية أخرى. على العموم البنتاغون يوم أمس هو أعلن بأن أي سلاح سيتم إرساله إلى أوكرانيا سيتضمن التدريب، حتى وإن كانت التدريبات هي معقدة، وهذا نستطيع القول بأنه تحول عن الموقف السابق للولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب خبراء عسكريين هذه الأسلحة هي تكون أقوى سلاح هجوم مباشر سيتم توفيره لأوكرانيا لغاية هذا اللحظة. محمد، شكرا جزيلا.